بسم الله الرحمن الرحيم. رشيد زايد، تقني في البناء المعدني، فنان تشكيلي، نحات، موسيقي، عازف على آلة الني. فنان تشكيلي، دوير بالحديد. دوير بالحديد هو في الأصل فنان عصامي. عصامي هي المدة الزمنية ديال المهنة ما يفوق 33 سنة. حال الوقت باش نفرغ الفنون، ومن الفنون هذا التدوير بالحديد. التدوير بالحديد هو كما قلنا فنان عصامي. هذا الشيء كان مخزون هذه مدة. وصل الوقت دروك فين يخرج الوجود. وكما كنشوفوا بالمجسمات، اعمال فنيه بالمتلاشيات، واحد العباره كانت عجبتني ديال واحد الزائر في مدينه مكناس. عرضت درت معرض في مدينه مكناس. في الكتاب الذهبي كان كتب تما من القبح الجمال، ما يعني بالمتلاشيات. هو هذا المسار الفني. هو اقتناء هذه المتلاشيات كيكون اماكن خاصه بشراء المتلاشيات، راه معروفين وبعض الاحيان كتكون في الاسواق الاسبوعيه. كاين اللي عنده واحد الحاجه حطها ما تصلح له لا ليه لا غيره قاعد قدامها، انا نهنيه منها، نخرج منها تحفه. هذا هو التسويق ديال اللي نسمى الاقتناء ديال المتلاشيات. اللي كندور على دوك كيشريو هاد المتلاشيات، كان نعزل السويل حتى اللي يليقوا لي، ماشي الكل اللي كيهموني في الاعمال. هو المجال الفني بالخصوص في المنطقه الشرقيه، هي بعيده كل بعد عن السياحه، على بزاف الامور. والاقبال ديال الاقبال على الاعمال الفنيه هو ضئيل جدا. واحد في المية ولا جوج في المية الساكنة اللي كيقدر ولا الله يحسن العون هذا الأعمال الفنية، غير كماليات ماشي ضرورية. والدخل محدود عندنا المنطقة الشرقية. هذا باش الأعمال الفنية ما عندهاش واحد إقبال في المنطقة. هو السن درك الحمد لله وصلت 60 سنة. درك على التقاعد ما تفرغت لهاد الأعمال الفنية. يقدر تكون توصل بها واحد الرسالة، تقدر تكون دات أولا. بنادم غير يمارس الفن ليه هو، ويقدر يشركوا مع الإخوان. ما عرفناش يقدر يكون في يقدر تكون نتيجة مزيانة من هذا. ولكن ما نعولوش على الفن كمصدر قوت. هذا هو